كنت أراقب أستعذب ما يظهر أو يحجب عن عيني، أطيل النظر الطائشة، أحلم بالكون الصوفي كأن زجاجة خمر تستوقف ظمأ الإعجاب، تثير فضول سؤال عابر، تنتزع الروح الفنية من المطلق، يقرأ هيجل كأن حواراً بين الطين وبين الصورة. ما أتعس هذا الإنسان، يجيد عراك الأفكار وينسى نفسه، يقبع في محفظة الليل ويسكن فردوس الكلمة. الوقت طري يتمدد في بركة ماء، يخترق الصوت ضجيج الأفكار، يندس الجسد القادم في بطء، ينسحب الروتين اليومي ويكسر صمت الباب، تشهر عيناه سحابة صيف معتم، رائحة التبغ انكفأت والأرض تصير كتاب الشعر، يتقدم ثغر سكير، ينهدم السأم المعلن في العينين، يتقصى أخبار القادم من زوبعة النهدين، ينسكب العطر مضيئا عاصمة الحب. وضربة الجزاء الأخيرة في الشعر، الحبيب الغالي المبدع الجميل رضا مهند، فليتفضل من النجف الأشرف رضا. أحبتي بالحضور، سلام موصول بالرحمة، حبي لك لا يفنى ولا يستهدف، ولكنه يتحول من شكل آخر إلى أماني التي أخلقها فتخلقني. ضعي ذلك المعسول فوقف من مره، ومن ذلك ليقضاها فوق ذي خدمه، رايت كيف اهتاجت سماعي تجربه، وانزلت الانهار من كلك الجمالي، أريدك لها حيلا خفيفا وموعدا، نصادقه بين الفضيحة والسلسلة، أحبك لا أدري أقولة والدي، يعرف يقيني أنه مسافر وعلي، أمن الحرب أذكيها بكل محالة ليشعل عياته سورة الشعر، مخارج الفقد. كنت معجبا دائما من فكرة الثائر، كيف أن الفقد يجعلنا مخالبا، كيف أن الحب يجعلنا دائما تحت رحمة الدم. أيتها الروحية يا مكان السفر المضطرب إلى بلدان الغابة، يا آخر العين وأولى الكناعة، أيتها الممنعة، يا من تطلع الشبابيك لتروي جاهل العطش بصوتها الناصع، يداك تخلقانني، يداك تقتلانني، يداك الماء حين يحضر ويسامح، يداك الرجل المطمئن في أعضاء الاعتراف، تلك التي تدفع مع الصراخ والخهف حين يتقشر الصوت ويغطي رأسه بهواه، يداك عينك تصرخان بها تغترب، عينك جنديان لا يريان غير الكلمات البطنية، الكلمات التي لا سبيل لجرحها، تجرحني هذه المسافات التي لا احاولها من الخوف، هذه الرغبة الصاخبة مشدودة في داخلي، هذه الرغبة التي تصوغنا اصفادا خوفا نتحرر، نايما من الشمس عن مرحلتي تدللها المزارع، وعن حرب ستخرجها للحكايا، وعن رجل يراقب من تبقى
لطفل سوف تملكه وصاياها تعلقه النواحيس كيف تمرسه على جسد ترتبه للخطايا ويثقل النسيم الى تقطع عاصمته فتحملهم سبايا سيحملهم النهار على هجير يصنع المخلوق الشعر سنايا فيبدا قطع حسن قد تعدى بغيره ان تخبره المرايا فيا وطنا يريد بكم صوت تلملم سوف تنكشف النوايا تلملم ان زوجك من ستحتسي تلملم ان زوجك من ستحتسي ملاحظه بانواع البلايا ولكن بشتاء حليف دفئه يغلفه بانواع السرايا وينثرهم على مدن تشرجت لترجع صوت والديها وحدها. شكرا جزيلا.